ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا بعمل لكم النهارده اكله كل الاولاد بيحبوها، الا وهي صوابع البطاطس بالموتزاريلا. اي حاجه صفرة بالمناسبه الاولاد بيحبوها جدا، مش عارفه ليه، مش لاقيه سبب بصراحه. واجمل حاجه ان احنا هنعملها في البيت ونبقى واثقين كويس قوي ايه اللي احنا بنقدمه لاولادنا. اهم حاجه لازم تعملوها، تعملوا سبسكرايب للقناه الجميله بتاعتنا فتافيت، وتشوفوا وصفاتي الجديده، وتعملوا كومنت كتير قوي ولايكس كتير قوي وشير. طبعا هقول لكم بطاطس مسلوقه هنحطها هنا قدامنا، ونحط عليها ساور كريم، ونحطها كده تمام، وبصل اخضر، وشوية ملح مش كتير زي ما قلنا الملح موجود في الأكل، ونهرس بقى جامد بقى، طلعي الغل اللي جواكي في البطاطس. وهرسناها زي ما انتوا شايفين. بعدين هنعمل ايه؟ ناخد كده بايدينا، وبعدين نجيب احلى حاجه بيحبوها الولاد الموتزاريلا، وكمان ايه بقى لما تشد كده بقى كمان في بقه، يا سلام. ونقفل كده عليها كويس، وناخد الزوايد لو في حته زايده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب بوله ثانيه ونكسر البيض فيها كده، نحط شوية ملح ونضربهم، وشوية فلفل طبعا عشان ريحته، وممكن تحطوا ليمون بدل الفلفل عادي برضو بيضيع ريحة البيض. ونجيب بقسماط والدقيق. اولا هنجيب البطاطس نحطها في الدقيق، ونطلع منها الدقيق كويس كده اهو، نحطها في البيض، والافضل عشان ما نبهدلش ايدينا نخلص دول الاول كده من الدقيق، ناخدها كده. وبعد البيض نحطها في البقسماط، جهزناها اهي، وبعدين نسيبها 10 دقايق كده في الفريزر. وعلى فكره نقدر نحطها في الفريزر لمده كام يوم ونطلعها بسهوله ونقليها. هسيبكم دلوقتي ال 10 دقايق دول، وبعدين ارجع لكم تاني. رجعت لكم اهو، ومعايا البطاطس هنحطها ايه؟ اهم حاجه، اهم حاجه في الموضوع ده زيت غزير قوي، ما تستخسريش. ها؟ نحطها كده عشان مش من المفترض اطلاقا ان احنا نقلب فيها، نحطها، واهم حاجه نقرب ايدينا عشان حزب البسله يبقى فاهم ان احنا لو حطيناها كده من بعيد هتطرطش هتطرطش وتقلب الدنيا علينا، ونسيبها لحد ما تبقى لونها ذهبي كده وما نقلبش فيها كتير. ها؟ وهي مش تاخد وقت على فكره، لانها اوريدي مستويه البطاطس، يا دوبك بس تاخد لون والموتزاريلا اللي جوه تسيح. جاهزين؟ هتندهشوا من لونها. ايه رايكم والنبي في الجمال والحلاوه؟ يا جمالها يا جمالك يا حلاوتك. ممكن ادوقها؟ لو عجبتكم الوصفه، وانا متاكده انها هتعجبكم ان شاء الله بدون مقاطعه، هتعملوا سبسكرايب للقناه، قناه فتافيت، وتشوفوا كل وصفاتي، وتعملوا كومنت كتير ولايكات كتير وشير كتير قوي. وميرسي، وانبسطت معاكم قوي النهارده.